مساكم الله بالخير يا نبي ثاني قناة دبلوش. هالمرة هذه مقابلات الشارع من نص البر. احنا بإيفنت موجود هنا، اتوقع انه تبع البنك الوطني، جزاهم الله خير. الإيفنت وايد حلو، شوي غيرنا جو، سوينا شيء جديد بالكويت. المهم جايين نسأل الناس سؤال، الجو وايد بارد، فصكوا لايك قبل ما نبلش الفيديو واشتركوا بالقناة اذا انتم للحين مو مشتركين. المهم يلا ليتس جو. اوكي طبعا اليوم جايين نسأل الناس سؤال، والسؤال يقول لو خيروك تكون شخصية مشهورة، او لو خيروك تكونين شخصية مشهورة، من الشخصية اللي راح تختارونها وليش؟ فيصل بغي يدعم لوادم، اسمع ليش. من هالشخصية راح تختارونها وليش؟ فخلينا نشوف رأي الناس بهالموضوع. ليتس جو. اوكي معنا اسمك. مشعل خالد لندي. بدر محمد. ونعم ونعم. الربع عندنا سؤال، لو خيروكم تكونون شخصية مشهورة، منو الشخصية اللي راح تختارونها وليش؟ بكل صراحة نبلش وياك. أي شخصية، مغني، ممثل، عالم، أي شيء ببالك. ويل سميث. ليش؟ وش خياره؟ كذي أحس يضحك. أوكي حلو. وأنت؟ ما يصير. ليش؟ ويل سميث خال. أنت أخول منه يعني. أنا أخول منه، ما يصير كذي يا أخي. أنت بعد ويل سميث؟ كنت مفهم. خلاص يلا طارق العلي. طارق العلي امزي ترى منت جوطني يعني. لا ما ابي طارق العلي. ابي واحد يزعل منه. طارق العلي. خلاص يلا طارق العلي. خلاص طارق العلي يعني. زغير طارق العلي منو؟ اينشتاين. اينشتاين والله من طارق العلي لاينشتاين. تدري يعني العاقل يفكر. سالفه ماني سالفه. كم نسبتك؟ كم نسبتك يا اينشتاين؟ حطمني. كم؟ 94. بس اكس بالسالب 49. حرارة الكويت أعلى بس يلا معلش. قاكم الله يا ربع. أوكي معنا اسمك. صالح بلوشي. ونعم ونعم. ولد العم. أول بلوشي غيري يطلع بالقناة. عندنا لك سؤال يا ولد العم. لو خيروك تصير شخصية مشهورة، منو الشخصية اللي راح تختارها وليش؟ بكل صراحة، مغني، ممثل، عالم، أي شيء. والله ودي أصير شو اسمه جاستن بيبر. جاستن بيبر. أيوه. ولد العم. عالمي. ليش ليش؟ عقولتهم شو اسمه يعني هو يعني شخصية بروحه، عرفت؟ مستغلة بروحه، ومعني عقولتهم كل يعني كل يحبه وشباب، عرفت؟ تحب جاستن بيبر؟ أيوة. أقوى أغنية حق جاستن بيبر شنو؟ شو اسمه هذه اللي يقول بيبي بيبي واحد. بيبي قديمة هذه. ما أدري أنا شي جوي، عرفت؟ أوكي معنا اسمك. عباس البلوشي. ونعم ونعم. أنت ثاني بلوشي بالفيديو حبيبي، والله يزيدنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. البلش عندنا سؤال. تفضل. لو خيروك تصير شخصية مشهورة، حلو، من الشخصية راح تختارها وليش؟ بكل صراحة. الصدق الصدق اي عبودكا. ليش؟ لأن صراحة شلون أقول لك يعني شبابي، ويسوي أشياء إيفنتات وهالسوالف حق الشباب على أساس يعني يستانسون فيها، أحسن من على قولتهم الأماكن اللي قاعد يروحونها بالديرة عندك والمجمعات هذا. ففي اشياء وفعاليات قاعد يسوونها حق الشباب واشياء حلوه. اوكي يعني بالكويت عبودكا. بالكويت عبودكا. برا الكويت تختار منه شخصيه ثانيه؟ طبعا نوجهها حق عبودكا. زين ثاني واحد برا الكويت. ثاني واحد برا الكويت تايجا. تايجا ليش؟ لان شخصيه. 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 زين بالاغاني. اقوى اغنيه حقه منه؟ اقوى اغنيه عندك يقول شنو يقول؟ شو يقول؟ قني 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 مي. هذه عرفتها؟ هذه صجيه والله. يلا تمام قواك الله. الله يقويك. اوكي طبعا قاعد اصور الفيديو وان شاء الله الحين بنكمل بنقابل بعد ناس، لكن يا جماعه قبل ما نكمل الفيديو ابيكم انت والحين اللي قاعد تطالعون الفيديو تجاوبون في الكومنتات، لو يخيرونكم تصيرون شخصيه مشهوره منو راح تختارون وليش؟ مشكور. كمل الفيديو كمل الفيديو. اوكي معنا اسمك. هاشم مال الله معك. ونعم ونعم. حبيبي هاشم عندنا سؤال. تفضل. لو خيروك تصير شخصية مشهورة، اي منو راح تختار وليش؟ اي شيء، مغني، ممثل، عالم، اي شيء بصراحة. صراحة يعني انا انسان ما احب السوشيال ميديا والسؤال. مو سوشيال ميديا. احب اطالعهم بس ما احب ان انا اكون ان واحد منهم، عرفت؟ مو شخصية من السوشيال ميديا عادي ان شاء الله. لو اينشتاين، بيل جيتس، اي احد. ما في والله يعني ما في شيء ان انا ودي اكون انا نفسي. ما في بلده زي بقرامي شيء. ما في. لا بقرامي هذا الاسطوره بعد ما يصير. يكون هذا ما نقدر بعد. بقرامي قاعد يقول بقرامي. يلا بقرامي ليش لا؟ بقرامي تو فايز وحش العرب. نوجه له تحيه. تمام قواك الله حبيبي. اوكي معنا اسمك. محمد. محمد. نعم محمد. محمد عندنا سؤال يا الربع. لو خيروكم تصيرون شخصيه مشهوره، شنو الشخصية اللي راح تختارونها او منو الشخصية اللي راح تختارونها وليش؟ بكل صراحة. اتوقع قاعد افكر الحين بشوكر دادي. شوكر دادي؟ منو هذا الشوكر دادي؟ ليش ليش شوكر دادي؟
احلام بس جي يعني. احلام العصر هذا. ايوه زين وانت؟ والله انا شوف ما افكر اصير مشهور. اي شخصيه ان شاء الله، ممثل، مغني، واحد بالسوشيال ميديا، عالم، طباخ، اي شيء، واحد اي شيء اي شيء. والله يا شوف يمكن طباخ. منو اي واحد؟ لا منو هالشخصيه؟ اسم شخصيه؟ اي واحد اسم واحد. بدك ان انت تصير هو هذا شو اسمه اللي ماستر شيف. منو؟ جولدن رمزي هذا؟ ايوه جولدن رمزي. اوكي زين انت في شقر دادي معين انت بتصيره؟ والله مو ولا اي احد عادي يعني. محلي شغل كويت يعني؟ كويتي كويتي. زين واك الله. اوكي معانا اسمك؟ علي. علي السمي عبد الرحمن. ونعم ونعم الربع. عندنا سؤال، لو خيروكم تصيرون شخصية مشهورة منو راح تختارون؟ اي شخصية، ممثل، مغني، عالم، واحد مليونير، كيف كل اللي تبي، منو تختار؟ نبلش معاك. هشام افنزا. يخيرونك تصير شخصية مشهورة، يعني في ناس قالوا اللي بيصير مثلا بيل جيتس، اللي بيصير مغني معين، انت ودك تصير منو؟ عصير انت علي. اوه تحرجني جديد. تحرجني. غيره غيري. والله معك. ماكو؟ مفكر ممثل يعني؟ مفكر، مغني، ممثل، كاتب، طقاقة، اللي تبي، أي اللي تبي، أي شيء معروف، أي شخص معروف. الله ماكو. ماكو شخص معين؟ لا. تغششني شوي زي. أي شيء، أي شيء، ما في أحد تحبه تتابعه؟ والله أتابع بس ما أحبه. ما تحبه أحد، أوكي، بس طالعهم شيء، تسيبهم، بس طالعهم تسيبهم، بتطوف. لا لا بس أطالع، لا بس طالع. يعني أنا، المهم تصير أنا أول شيء. والله يلا أنت. مش معي، ما أدري. يلا. زين وأنت؟ انا صراحه الشخصيه اللي ودي اكون شخص احسن من نفسي كل يوم، فما تشوف احد ثاني قدره. شخصيه مشهوره، مغني، ممثل، عالم، اللي تبي، واحد لازم تنقيه مشهور، منو؟ انا واحد ما احب اقلد احد، اقلد نفسي. لو خيروك افترض اي لا خيروني اي واحد مشهور، منو؟ البرت اينشتاين. البرت اينشتاين. اوكي خوش. ليش انزين؟ صراحة لأن مجال الفيزياء وأنا مهندس. أوكي. وأحب طريقة طرحه وفكرة زين، وشلون إنه قدر يشوف العالم كله منظور ثاني. أوكي. لأن نظرة المهندس ونظرة الفيزيائي تكون غير شوي. أوكي تمام، يعني مثلا بتصير أينشتاين؟ بصير يعني صفات، انا كسم الصفات. اوكي تمام ما انغلل. حلوين. وانت بتصير انا الا شوي؟ والله مرات لا والله في واحد انا يعني منو زين متابعه ويعثر فينا. منو؟ عبد الله النفيسي. منو؟ عبد الله النفيسي. عبد الله النفيسي اللي كان النفيسي. اي شوف اي هذا اي ها كذي اي هذا. اوكي اما ثاني لا. قواكم الله يا رب. الله يقويك. اوكي معنا اسمك؟ علي. عبد العزيز. ناصر. نعم ونعم الربع. عندنا سؤال، لو يخيرونكم تصيرون شخصية مشهورة من راح تختارون وليش؟ بكل صراحة نبلش وياك. مارادونا. ليش مارادونا؟ لاعب. انت تحب الكرة يعني؟ ايه. زين وانت؟ توم كروز. توم كروز. زين احب تمثيل يعني. تحب التمثيل؟ بس اعطى فيلم حق توم كروز شنو؟ ما ادري شو اسمه. وهكته؟ ما ادري شو اسمه. زين وانت؟ مخالد. ليش؟ توافيق من الله يبو سري لما الأمور كلها طيبة. يعني تصير بخالد ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله دوام دواكم الله. المهم وصلنا نهاية هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو عجبكم، إذا عجبكم لا تنسون تشتركون في القناة وتسكون الفيديو لايك، لأن هذا شيء بسيط بس وايد يعني لي ويخلي القناة تكبر ويخلينا نستمر. وكذلك إذا تحبني وايد انسخ الرابط، دز حق ربعك بالجروبات واتساب وغيره وكذي، هذا أهم شيء وايد وايد يساعدنا. المهم as always stay positive use this and smile. Bye.